آلاف اليونانيين العاملين في القطاعين العام والخاص خرجوا في مسيرة نحو البرلمان في العاصمة أثينا خلال مشاركتهم في إضراب عام أقرته معظم النقابات العمالية لمدة 24 ساعة، ونظمت المسيرة احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية. يقول هذا المتظاهر لم يعد باستطاعة اليونانيين أن يتحملوا مزيد الأعباء، والمحادثات مع الترك ينبغي أن تتوقف. وتقول هذه المرأة: أنا حزينة إزاء ما يحدث لبلادي، على الشعب اليوناني أن ينهض. وتسبب الإضراب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وغلق إدارات عمومية وإرباك العديد من وسائل النقل المحلي. ويقول زعيم حزب سيريزا: بإمكاننا أن نؤكد الآن أن استراتيجية التلميذ النجيب والمطيع ممثلا في حكومة سامراس المتبعة منذ سنتين ونصف قد أوصلتنا إلى وضع أسوأ مما كنا عليه عام 2012. وكان وفد من المسؤولين اليونانيين فشل في باريس في التوصل إلى اتفاق بشأن مراجعة عملية الإنقاذ المالية الأخيرة في اليونان. ويقول موفد يورونيوز في أثينا: رغم وجود إشارات نمو للاقتصاد اليوناني فأن أغلب الفئات العاملة قليلا ما تشعر بالفرق، وكنتيجة لذلك تواصل الحركة الاحتجاجية المعارضة لإجراءات التقشف كسب مزيد من الزخم عبر أنحاء البلاد.